خلصنا الامتحانات ويا اهلا بالاجازات، نلعب ونهيس ودروس خلاويص وحنبدا الاحتفالات. باي باي يا مذاكره سلام ودراسه خلص. ايه ده دي طمطم؟ الله جميله قوي، انا هاخدها معايا البيت. يا نهار اسود، الله يخلي بيتك، ما تتفتي بقى، خدوها اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ سبايتال مان في طمطم تسيتا، وبعدين هو سخنا اللي تده. هو انا اللي شفته ده حقيقي ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي شفته بالظبط؟ وانا هقول لك. يما انت جبتيني ازاي؟ انا سبايدر مان وادخل في اي حته تعجبني. طب انت عايز مني ايه؟ انت عايز تموتني وتخفيني زي اللي انت خفيته بطوله؟ لا طبعا، انا موجود هنا في خدمتك. بجد والله؟ ايوه بجد، واي حاجه هتعوزها انا اعملها لك. قست قوي. طب بص بقى، انا هطلب منك طلب دلوقتي، تقول للناس حداد قلبنا دول يعملوا لايك وصلت للفيديو ده. بس كده من عيوني. يلا يا حباب قلبي، كل اللي بيحب سبايدر مان يعمل لايك للفيديو ده ويشترك في القناه ويتفعلوا زر الجرس. اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد. تنزلوا تكتبوا تحت الحماسه كومنت زي العسل زي كده. سبايدر مان بيحبكم كتير. ايوه قوي كده يا سبايدر مان. بقول لكم ايه بقى يا جماعه، الناس اللي مستلكه في القناه ومش مفعله زر الجرس اليوتيوب، قلت 19% بس اللي مفعلين زر الجرس، و81% مش مفعلين زر الجرس، عشان كده ما وصلكمش اسعار. فانت لو مستلك ممكن تلغي الاصلاك وتعمل اصلاك تاني وتفعل زر الجرس، عشان اي ما نزل فيديو يوصل لكم اسعار البيت. بحبكم كده، وتعملوا لايك زي ما سبايدر مان قال لكم احسن نوصل كده اكبر عدد من اللايكات. يلا بقى اعملوا لايك. سبايدر بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ هو انت مش المفلوج كبير فين سخنة ليه تده؟ يا عم انا دايما كده، بس الكاميرا اللي بتطلعني كبير. بجد؟ يعني انا هكدب عليك؟ لا 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 طبعا يا سبايدر مان، اكيد طبعا مش هتكتب عليا. يا محمد يا محمد محمد. يا نهار اسود، ده شكلها ماما جايه علينا. بقول لك يا سبايدر مان استخبى بسرعه. يا محمد انت يالا. نعم يا ماما، عايزه ايه؟ هو ايه اللي عايزه ايه دي؟ يلا حيان بسرعه قوم جيب لي شويه طلبات. حاضر يا ماما، بس ممكن بس معلش تكتبهم من الفرق عشان على طول بنسى. لا لا يا محمد ما تقلقش من النقطه دي يا حبيبي، انا كده كده كاتبه وعامله حسابي. ورقه الطلبات يا حبيبي، يلا انت جيبها. يا نهار اسود يا ماما، ده كله ده طلبات؟ لا لا يا ماما، شوف حد غيري، انا ما هروحش. ده انا كده اصلا لو هجيب كل الطلبات دي مش هطلع البيت دلوقتي، وانا عايز اذاكر عشان عندي امتحانات بكره، مش رايح في حته. انت بترفض لي طلب يالا؟ ايوه يا ماما. عرفت شرفتي؟ صبرني يا ربي. حتى انت يا قشه يا بتاع القشه، مادي العناديه وطلباتي الكتير عليا ومش رايح في حته. بقول لك يا سبايدر مان، انت تقدر تجيب الطلبات دي كلها؟ هي حاجات كتيره قوي، بس هم دي مفتريه، بس مفيش حاجه هتكتر عليا. حلو قوي كده. يا ماما يا ماما، عايز ايه يا حماصه؟ بقول لك يا ماما، سيبي محمد يذاكر وهاتي انت الفلوس والطلبات اللي انت حاسك بيها وانا اللي هحضرها. لا لا طبعا يا حماصه، ده كتير عليك، خليك مش هتعرف تجيب الطلبات دي كلها. لا لا ما تقلقيش يا ماما، هاتي بس الورقه والفلوس وانا هعرف اجيبهم. خلاص ماشي يا حماصه، انت حر، خد الورقه اهي والفلوس كمان. اتفضل. ماشي يا ماما، 5 دقايق وهتبقى عندك. ده اللي هو ازاي؟ دي حاجه بتاعتي بقى يا
قال لي تسألوك انت يا ماما شوفي انت لها فين وانا هروح اجيبهم لك يا ماما تقلقيش. ماشي ربنا يستر بس وتعرف تجيبهم. بقول لك ايه بقى سبيت على مات ولقيت الطلبات اللي امي عايزاها والفلوس اهي برضه يلا طلع خد طوله وروح جيب الطلبات. يعني عودت تاني ما رحتش ليه؟ عودت ايه بس؟ انا رحت جبت لك كل الطلبات كلها. يا ابني بلع ايه بقى؟ انت بتتكلم كت ولا ايه؟ طلبتك بالحضن بقى. حمصه يا حمصه. يا نهار اسود ماما اتخبى بسرعه. الطلبات اللي بره دي كلها اللي انا كاتباها لك حاجه مين اللي جابها؟ انا يا ماما اللي جبتها. ازاي؟ هقول لك يا ماما حاضر هقول لك انا لما رحت وخدت منك الفلوس يا ماما. بتقول ايه؟ بجد والله؟ طب بقول لك ايه؟ خليك عندك وانا جاي لك حالا. طب استنى يا حماصه بعدين اما اشوف اخوك بيخانق مع مين في التليفون. الحمد لله محمد ناداني اطلع اسمك المان اطلع. في ايه يا محمد صوتك عالي ليه في ايه؟ صاحبي يا ماما بيتخانق دلوقتي وانا ما ينفعش اسيبه. يخرب بيتك يا محمد طب خلي بالك هتتعوره. ما تخافيش يا ماما. استنى يا محمد خدني معاك. يلا اسبقني يا ماما بسرعه اسبقني على هناك. خد يا حماصه انت كمان رايح فين انت مالكش من الخناقه اقعد هنا. لا طبعا يا ماما ما ينفعش اسيب اخويا محمد في موقف زي ده انا رايح يلا باي. اوعى تفتكروا نفسكم ان انتوا هتعرفوا تضربوني عليا النعمه اقطع وشكم. اسكت بقى انت فرهدتني. احنا من كتر الضرب فيك يا شيخي ده انا تعبت منك. يلا يا مصطفى هات لنا ميه عشان عطش. مش عيب عليكم يا رجاله لما تكونوا اربعه على واحد عيب والله. انت كمان هتضرب معاه هاتوه. يلا يلا اوعى. ايه ده؟ انت صدقت ولا ايه ده كلب سيبونا روح والله العظيم يا نهار اسود. طب مش عيب عليكم برضه يا رجاله لما تكونوا اربعه على اتنين عيب والله. انت كمان هتضرب معاه هاتوه. لا هاتوه ايه ده انتوا بتحلموا يا حبيبي. اصفقي تلمان اطلع بسرعه. ايه ده؟ انت جبنا طفل وده هيتضرب معاه. مصطفى هات. يا ابني اللعيبة يا فاجر. انت ازاي كده؟ مين ده يا حماصة؟ ده سبايدر مان.